عندنا مشاكل كثيره بزاف، كل وحده كتختلف المشكل على الاخر. احنا هاد الناس ديال الطاكسيات شنو نقول لك، استغلوا لينا كريم استغلال حقير بمعنى الكلمه. تيقول لك تيجي تبيع الطاكسي تتبقى لك غير عام باش يسالي المده ديال العقد النموذجي، وتي يبيع الطاكسي اللي هي الطوموبيله ديالو مرخصه بسميتي انا بالكريمه ديالي، تيبيعها ب 30 مليون، تيقول لك هادشي نعطيك شي بركه باش تسلي ليا مع الاخر اللي غديري معاه عقد جديد وتنشر عام اخرى باش ب 2500. واش هي 2500 بالنسبه لهذا الغلاء وهذا ارتفاع الاسعار؟ وشنو بالنسبه لوحده؟ وانا مسؤوله على ثلاثه البنات، عندي ثلاثه البنات كيقراو وكاري، عندي محل بالطريطه 30000 ريال ديال الطريطه، شنو تشاط لي انا في 2500؟ شنو تشاط لي؟ دابا شنو المعبر؟ خصهم يديروا معنا شي حل، خصهم يحلوا لنا المكاتب ديالهم، خص المسؤولين الكبار خصهم يتفاوضوا معنا، خصهم يعطيونا الحلول، خصهم يحكموا لنا الصالح ديالنا، الصالح المضرور المعاق المضرور. فين نمشيو؟ نمشيو نسعاو؟ ما يمكنش لينا نمشيو نسعاو، حتى الا بغينا نسعاو ما يخليوناش اصلا الدوله حكاره. المهم حنا كنطالبوهم باش يفكوا لينا هاد المشاكل ديالنا وينصفونا، وحنا جايين بواقفه احتجاجيه سلميه، حنا ما باغيين نضروا حتى شي حد، حنا واقفين على حقنا وخاصنا ناخذوه باي طريقه وباي واخا حنا مراد واللي مكفوف واللي عنده حركه اعاقه حركيه اللي عنده ما عرفت شنو. وغنبقاو صامدين ان شاء الله، غنبقاو صامدين حتى ناخذوا الحقوق ديالنا. عندنا خويا عندنا كريمات ديالنا، الناس الاداره ما غاش تردهم لينا، عندنا احكام قضائيه باش ترجع المعدونيات ديالنا، وهاد الاداره كتماطل علينا، والكريم خدامين دابا بطريقه غير قانونيه، كاين اللي خدام ما عنده لا كونترا لا والو خدام، وكيدير طوموبيل في سميتو كيبقى خدام بكريمه ديال واحد الشخص معاق، وهاد الشيء كيديروه غير ضد الاشخاص المعاقين، ما كيديروش ضد الناس العاديين والاسوياء. ما عرفناش دابا هادي واش حكره ولا تمييز ضد الناس ولا اهانه ولا اشناهو، وهادشي راه كيدمي القلب يندله الجبين صراحه والله. هاد الاداره هادي ديال مصلحه سياره الاجره ولاد الدار البيضاء ما كديرش الخدمه ديالها، وبالتالي حنا جينا درنا هاد الوقفه ودرنا وقفات متتاليه، واليوم عاوتاني درنا هاد الوقفه من اجل تاكيد هاد المطلب ديالنا. جينا باش نبلغوا الصوت ديالنا للاداره المعنيه بقطاع المعدنيات، قطاع النقل وقطاع المعدنيات اللي حنايا من خلاله كنعانيو مجموعه من المشاكل كحاملي معدنيات. من بين هاد المشاكل هادو عدم تنفيذ الاحكام القضائيه الصادره باسم صاحب الجلاله في مختلف محاكم المملكه، زائد عدم اشراك هاد الفئه في الحوارات وفي طاولات النقاش لاجل اصلاح هاد القطاع ولاجل اتخاذ قرارات تهم هذا القطاع، وكذلك في إصدار الدوريات والمذكرات، وكذلك في العقود النموذجية لا القديمة ولا الجديدة التي نلاحظ هناك حيب فيها يخص مجموعة من البنود التي تتعلق بحقوق المستغل وكذلك حقوق صاحب المعدنية، ولا سيما المدة وكذلك السمة الكرائية وكذلك عند نهاية العقود. نريد تبرير من طرف الإدارة لهذا الإقصاء اللي كتقصي فيه حاملي المعدنيات، وكذلك نريد من محاكم المملكة أن تطبق الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب الجلالة باسترجاع معدنيات ذوي الإعاقة وكذلك كل فئات المستضعفة من أرامل وكذلك من معاقين وعجزة وكل من أنعم عليه صاحب الجلالة بهذا المأدونية من أجل سد رمق العيش ديالو. سد قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.